وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. لرجال الوطن حق كبير، ولهم منا الدعاء الخالص بأن ينصرهم الله ويثبتهم. هم بعد الله أمن هذا البلد المبارك، تحت راية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله وأيدهم بنصره. وهنا أيها الجمع المبارك تكريم من راعي الحفل سعادة العميد عايض بن مناحي الكريزي لكل من سعادة اللواء فيحان بن ناصر العتيبي وسعادة اللواء الركن سعد بن مصلح الحارثي قائد لواء الخليفة عمر بن الخطاب. وقد سبق تكريم سعادة اللواء سيف الزيادي من سعادة العميد عايض بن مناحي الكريزي. أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يتواجد بيننا رجال أوفياء تشرفنا بالعمل تحت قيادتهم سنوات عدة، كانوا ولا زالوا قدوة لي ولكثير من عملوا تحت إدارتهم، وذلك لما يتمتعون به من صفات وخصال حميدة وصدق في القول وإخلاص في العمل. منهم من ترجل عن صهوة جواده بعد خدمة مشرفة لدينه ومليكه ووطنه ومجتمعه، ومنهم من لا يزال يؤدي مهامه الوطنية بكل اقتدار وإنجاز، داعين الله العلي العظيم أن يوفقهم جميعا لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. ومن منطلق المحبة والتقدير والوفاء تجاه من هم أهل للوفاء، يشرفني أن أقدم لهم هدايا رمزية، وواجبهم علينا أكبر، وإنما ترجمة لشعور صادقة يفيض بالحب والتقدير تجاههم، مع تقديم الاعتذار لهم عن أي قصور بجميع اللغات وبكل أجمل العبارات. فشكراً لكم من الأعماق. وزاد نور الحفل نوراً بتواجدكم بيننا، فحياكم الله وبياكم. أستأذنكم في التواجد على المسرح سعادة اللواء فيحان بن ناصر بن جعلان. مرحبا، حياكم الله. مرحبا. يا عجوز يسطر الطرق الريادي والدحب يوتر في عم مستحيل.
طبعا تم تكريم سعادة اللواء سيار نظرا لارتباطه بزواج ابن عمه وكان حاضرا قبل صلاة العشاء، ونشكر لحضوره ونشكر الجميع كذلك. الآن شرفني ويسعدني الأستاذ سعادة اللواء الركن سعد مصلح الحارثي قائد لواء الخليفة عمر بن الخطاب على المسرح. شكرا. أيها الحفل الكريم، الكلمة الآن لسعادة اللواء فيحان ابن ناصر العتيبي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا كم أنا سعيد الحقيقة هذه الليلة بوجودي في هذا الحفل الطيب والوجيهة الطيبة بمناسبة زواج نقول ابننا، نعم ابننا، لأن الحقيقة عايض العميد عايض مناحي أنا أعتبره من يوم تعرفت عليه كأخ وزميل وعزيز، فأبنائه هم أبنائنا، فنقول الحقيقة مبروك لابننا وليد هذا الزواج، ونقول له كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير. فالحقيقة كلمات والقصائد سبقتني في الكلام عن سعادة العميد عايض وأبنائه وجماعته وإخوانه، ولكن أنا الحقيقة أقول الله يبيض وجيه الجميع، الله يبيض وجيه الحاضرين ويبيض وجيه عايض وجماعته وعياله على هذا الحفل الذي يجمع وجيها طيبة. كم حن الحقيقة لنا فترة ما تقابلنا، ولكن هذه الليلة جمعت وجيها طيبة، تقابلنا معهم وسمعنا هالكلمات في عايض وهو يستاهل، والحقيقة قليلة في عايض تزاملت أنا وياه في فترة في المركز، والله الحقيقة شهادتي فيه مجروحة مهما أقول، ونعم الزميل ونعم القائد ونعم الأخ ونعم الرجل المخلص في عمله، والرجل الذي يقف ليساعد الناس، الرجل الذي تكون عنده زمالة وخوة فهو من خيرة الزملاء ولا فضل على الجميع، رجل الحقيقة مهما أتكلم فيه لأنه في حقه، ولا ودي أطيل عليكم، ولكن أكرر شكري لأخي سعادة العميد عايض مناحي على هذا التكريم لي أنا ولزميلي اللي يستاهل بعض اللي هو سعادة اللواء ركن سعد مصلح الحارثي، وودنا أنه بعد يشارك بكلمة إن شاء الله كان موجود. فأكرر الشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه الليلة المباركة بكل المقاييس التي جمعتنا في هذا البلد المبارك مكة المكرمة لرجال أوفياء لا يسعنا معهم إلا الوفاء، قد نكون من قبائل مختلفة وجمعنا صرح عظيم هو صرح الحرس الوطني، وجعل من روابط وثيقة بيننا وبين أسرنا وبين أبنائنا سنين عديدة وأعمار مديدة. قد يتوقع البعض أنه ينتهي الحال ويؤول المآل إلى الانقطاع في الوصال، ولكن يبقى الأوفياء على ما هم عليه، ويبقى صنيع العميد عايض مناحي وما رسخه في أذهاننا من طيب معدنه وكرم أصله وخلقه المدني والعسكري، ما جعلنا نتحمل مشقة الحضور من شتى أقطار المملكة العربية لحضور هذه المناسبة وفاء له. هذا الرجل يا أخوان والله مهما قلت أنني لا أوفيه حقه، وأنا كزميل له ترى ما بيني وبينه إلا دورة واحدة، يعني حنا زملاء، أنا قبله بسنة، ورغم كذا من أدبه ووقاره واحترامه وإجلاله للآخرين يعاملني وكأن بيني وبينه سنين من الأقدمية والخدمة العسكرية. يستاهل، والله إنه يستاهل هذا وأكثر. رجل يعلم أن دورته تحت المجهر وأسماهم تعرض على اللجان، وقد استغنى وأغناها الله وتجاوز وأخذ من الخدمة ما يشاء، فكثير من الناس يكون في هذه الصورة قليل العطاء، إلا العميد عاي. والله يا أخوان إني أدعو له حتى بعد ما تقاعد، لما رأيت من حسن خلقه ونبل أعماله وعدله بين الناس وحرصه على العمل إلى آخر لحظة. والله إنه في رمضان، في رمضان اللي صدر فيه تقاعده، إنه حتى ما أخذ إجازة وإنه جايب عياله في الطائف يصوم في الطائف قريب من عمله، وهو لا يعلم قد إيش أنا أكبرت له هذا الصنيع في نفسي. تمنيت إنه يترقى ويكون ليس مساعدي ولكن مكاني في المستقبل، وهو والله العظيم جدير بهذا، ولكن هي أرزاقه يكتبها الله لمن يشاء وهو كفو لكل خير. وفي الختام أعتذر منكم على الإطالة، وأنا شت في سعادة العميد عايض مناحي فشهادتي فيه مجروحة، وسعادة اللواء أبو فيصل يعرفها أكثر مني ويعلم أني ما زدت بل لم تساعدني العبارات على إيفاء حقه. في ختام كلمتي أتمنى من الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك لعريسنا وليد
ويجعل زواجه هذا مباركا وأن يرزقه الله الذرية الصالحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.